تما كان تطوان السوق المركزي. في حقيقة السوق المركزي فهو مهمول حقيقة مضيع، لأن عندك تشوف السوق ما بقاش حتى واحد كيدخل له هنا، الشيء قليل، البيع هنا ضعيف، لأن البيع حنا دابا عندنا 45 سنة في هذا السوق، راه كنتحل كن في كل باش نغدروا هذا المطعم، ما بقاش إنسان يدبر حتى باش يسخ باش يبيع، حتى باش يتقدى، حتى باش يسول باش يبيع الحاجة باش يشتري، لأن السوق مهمول، ما كاينش اللي كيجي يصلحوا ما كيصلحوهاش مزيانين، كياكلوا الميزانية ديالهم، كياكلوا المصاريف ديالهم، السوق ديالي مهمش. فالتجارة خصها الرونق، خصها الإنسان كتبدل أسواق، يتبدل حاجة، ماشي السوق 45 سنة 50 سنة والسوق باقي هو نفس الحالة، عندك كتشوف السلوكة كتشوف الحالة كيفين هي السوق، عنده مع تجير مزوم كيبيطوا عاد تجير كيطيحوا هنا عاد تجي في السوق المركزي، ماشي حاجة ما كاينش هنا، النظافة ما عندناش. وجا السوق وتعدل هنايا، وكاين واحد الملاحظة هنا في السوق، عندنا هنا في السوق ديال في السطح جاو كيصحونا السوق، سوق كيصبحوا هنايا السوق، عاملين لنا الفحمة الجمرة في السطح، كاين دابا الحمد لله دابا باقي شوية الحال بارد، راه كيكون في من واحد الشهر ستة سبعة ما طاش ديك السنة في السوق، لأن كاين الزف جاو لنا هنا وعملنا في السطح، واحد الخطيرة كبيرة، لأن ما يقدرش يقول الراس ديال الإنسان كيحرق، كيبقى هنا خمسة ستة ساعات النهار كيكون بدا كيغلي، بلا بيع وشرا بلا والو، الإنسان ما كاينش شي واحد الجودة، ما كاينش شي المراقبة، ما كاين والو، لأن الإنسان اللي كيجي يعمل شي حاجة كيعملها في السوق، كيجي كيجمعوا الفلوس كيديهم كيعملوا بأن كيقولوا حنا عدلنا وعملنا، لا الجماعة ولا كلشي كيقول لك، وعندنا مسائل المراحل ديالنا، كاين المراحل ديالنا في السوق، جينا عليهم هنا كاين المراحل قلالين ما كاينش هنا ينسى، وكاين دير عملناهم جوج، كاين هنا كانوا ثمانية المراحل، كاملين مشاو، كاملين ضاعوا. وهذا الشيء كان من عهد الاستعمار ماشي دابا حاليا، خصنا نقولوا واش حنا كنزيدوا ولا كنقصوا، البارح كانت 50000 نسمه، اليوم 700000 نسمه، فين غادي يمشوا هاد الناس؟ يلاه انت كتشوف يدور في المدينه كامل ما كاينش شي مرحاض، فهذا لا يعقل. تطوان النظافه من الحمامات البيضاء خص تبقى حمامات البيضاء ماشي رجع غرابه، فهذا ما كاينش، الناس قليل اللي كيغير على هذه المدينه وعلى الصف حقيقه هو هذا. فاحنا حنا الحمد لله انت كتشوف الحاله ديالنا، باركي مثلا ديال مسايب بزاف ماشي باركي، باركي دابا هذا معروف باركي ما كاينش في هذه الساعه، في هذه الساعه ما كايناش، الساعه كاين كاين النقص، ولكن ما كيكونش الشهر السخانه هذه كيكون شي يكون عامر. تاكسيات هنايا 70 عندهم 2000 تاكسي كيوقف هنايا كيقطع الطريق، الناس ما يجرو ما يدخلوا، كيفاش غيجي الزبناء؟ يمشي اخر يسخر الحوت يديه من تطوا مرتين ومشي للريكون ما يسخرش ما السوق هذا، ها انت كتشوفها الا جبرتيني باقي كامل 6 حتى الصباح حتى كامل انا جالس هنا في الحانوت، حانوت هذه معايا السيد خدام معايا انا ما كنتخداوش فيه، ما نتوش واحد اللي هو الله يعاون واحد عنده واحد ما عندوش، يعني كل واحد والظروف ديالو، انما كنشوفوا الامارات راه في الحقيقه في انسان فاللي بعينه ما كاين تلف، كيقول واحد المثل الحمد لله حنا كنهضروا على النظافه وعلى السوق يرجع شي سوق، يكونوا هاد الناس اللي يجيو يصلحوا في هذا السوق ما يكونوش السوق فهمتيني يجيو يجيو يضحكوا علينا السوق، يجيو يضحكوا علينا بالجير كيبيطوا لنا السوق، وحنا عندنا جمعيه هنايا وعندنا ناس الجمعيه غير مستوى باش نكونوا صراحه، لان حنا حتى حنا جمعيه كنت انا كنت رئيس السابق، الرئيس السابق الجمعيه هذه دابا كاين انا بقيت الثاني ديال الرئيس النائب الثاني ديال الرئيس، فلهذا ما كاين معاه ما تهضر، كيجيو الجمعيه حتى هي كيشبروهم كيديهم بحال غلم وكيعملوا بهم اللي بغاو، وحنايا كيبقاو حنا هما هذوك كتجي الحاجه كنبغاو نغاو تيقول قدينا عملنا البيب هذه الجمعيه عملت الباب عملت المراحيض، هذا عبد ربي يصلح هذا الشيء، هذا المجهود ديال الناس، وهذا الشيء ماشي كنقولوا مخبع، الحمد لله في اذاعه والناس كيعرفوني في السوق كامل يسول عليا الاصدقاء ديالي التجار ديالي هنا في السوق، ماشي حنا كنعملوا باش نبقاو نربحوا بخرا، حنا كنعملوا ونمشوا بحالنا، ولكن خص الناس يتعاونوا في كل شيء.